وللتعليق على الاقتصاد الامريكي والعالمي واسعار السلع ينضم معنا عبر التيمز من ابو ظبي الاستاذ عمرو عبدو الشريك المؤسس لاكاديميه ماركت تريدر لدراسات اسواق المال. رح فيك سيد عبدو، بدايه ولو نتعرف على توقعاتك لنتائج اجتماع الاحتياط الفدرالي بالصوره والبيانات المتعارف عليها وخاصه انتظارهم للقرار في مارس المقبل، هل تثبيت، ارتفاع، تخفيض لمعدلات الفائده، ماذا تقرا في الافق؟ نعم استاذ حمد، انا اعتقد انه الفدرال الامريكي طبعا يعني توقع بدرجه كبيره جدا انه يثبت سعر الفائده الان، بل التوقعات الاسواق كما يعني نتابعها في بورصه العقود المستقبليه لاسعار الفائده تتوقع بشكل كبير جدا انه حتى في اجتماع شهر مارس انه الفدرال الامريكي لن يرفع لن يخفض سعر الفائده ولن يغيرها، يعني سوف يبقى عليها كما هي. نعم. وربما يعني اول تحرك للادنى لخفض سعر الفائده سوف يكون في شهر 6 من هذا العام في يونيو. الاسباب طبعا كثيره جدا، لكن اهمها انه الارقام البيانات الاقتصاديه في الفتره الماضيه كانت جيده بشكل كبير، يعني اغلبيه الارقام كانت جيده جدا، فبالتالي الاقتصاد يعني برغم انه اسعار الفائده اللي هي تعتبر مرتفعه في الوقت الحالي لا يحتاج الفدرالي الامريكي لكي يتدخل ويسهل السياسه النقديه لكي يستمر في النمو. النمو كان يعني فاجأ التوقعات، جاء 3.3%، اسعار العقارات جيده ارتفعت ب 5%، الوظائف مرتفعه بشكل كبير، فهذه من جهه. من جهه اخرى الفدرالي الامريكي لا يريد ان يستعجل لكي لا يخسر احد اهم الادوات في حاله حصل ركود مفاجئ لاي سبب من الاسباب وتغيرت الظروف الاقتصاديه، فلا يريد ان يخسر هذا الكرت ويريد ان يبقي عليه في الفتره الحاليه. فلذلك كل ما يعني استمر الاقتصاد في الاداء الجيد في حين انه لا يتحرك في خفض سعر الفائده، هذا ما يعني هذا يسعد الفدرالي الامريكي. نعم، اذا ما تحدثنا اوروبيا، كيف تقرا انكماش الاقتصاد الالماني وكما اعلن تراجع ب 13%، والاقتصاد الاوروبي في ظل الازمات التي تلاحقه؟ نعم، انت يعني كما تفضلت انه الاقتصاد الاوروبي يعاني اولا من عدم ثقه في قدره الاقتصاد في انها تمتص كل هذه الصدمات. يعني مثلا الاقتصاد الاوروبي معرض اكثر من غيره للتذبذبات في حركه مثلا في اسعار الطاقه وامن الطاقه. يعني مثلا الولايات المتحده الان هي ليس لديها اي مشكله في الطاقه لانها اصبحت اكبر منتج وايضا بتصدر بكميات كبيره جدا. منطقه الخليج طبعا هي غنيه بالطاقه ولا تتاثر بشكل كبير بالتذبذبات في الطاقه. ايضا اسيا كون انه لديها علاقات جيده ايضا لديها امن الطاقه كذلك من الخليج، فبالتالي اوروبا هي المنطقه الوحيده اللي هي يعني او اكثر منطقه معرضه لامن او عدم امن امدادات الطاقه في الفتره الحاليه، فهذه من جهه. من جهه اخرى ايضا الحاله الجيوسياسيه، الحرب بين الاوكرانيه الروسيه، هذا ايضا يعني يضعف الثقه بشكل عام في الاقتصاد الاوروبي، وهذا ايضا اثر جليا في حركه الاقتصاد. اذا تكلمنا على المانيا تحديدا وسريعا، هو انه مثلا المانيا طبعا بلد صناعي ضخم جدا كان يعتمد على الغاز، تحديدا الغاز المسال الرخيص او السعر المتدني التي كان ياتي من روسيا. عندما توقف ذلك اصبحت حتى الصناعه مكلفه جدا في المانيا، لدرجه انه في كثير جدا من الصناعات التي تتطلب يعني انرجي انتنسيف، تتطلب الطاقه كبيره، زي مثلا مصاهر الالومنيوم، بدات مثلا تنقل الانتاج الى اماكن ثانيه. احد هذه الاماكن بالمناسبه هي الامارات. نعم، في عجاله يعني تقييمك لمستويات الاسهم القياسيه وخاصه الامريكيه، اليوم شفنا ارتفاع انفيديا الوحش الاخضر كما يطلقون عليه، يعني يقترب من مستويات ربما الألف دولار، ايضا مايكروسوفت، ابل وجوجل وغيرها ترتفع، هل يعتبر ذلك نوع من التعقلب مع معدلات الفائده ام هناك شيء يدعو للحذر مع الرغم من تذبذبات مؤشرات الاسواق حتى في المنطقه في ظل الاوضاع الجيوسياسيه؟ ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو إنه شركات التكنولوجيا بدأت تتحور هي نفسها مرة أخرى، وبدأت تكون شركات للذكاء الاصطناعي والجنريتيف اي اي اللي هو ده متوقع له أن يكون المستقبل. يعني مثلا بالنسبة لمايكروسوفت متوقع أن يزيد دخل مايكروسوفت مثلا من 51 في الأزور فقط من 51 إلى 200 مليار
51 الآن مليار إلى 200 مليار في خلال 3 سنوات. فالتحور اللي هو شهدناه مثلا في أبل عندما كانوا يعملوا كمبيوتر، الآن هم مشهورين بالموبايلز. فالشركات التكنولوجية لها قدرة أكبر على ذلك من جهة. من جهة أخرى إنه شركات التكنولوجيا هي دائما الأسرع في إنها تخفض العمالة لكي تخفض الإنفاق، فبالتالي نعم. تبقي على الربحية عالية. العامل الثالث واللي هو عامل فني أكثر، إنه السبع الكبار مثلا بالنسبة لشركات التكنولوجيا يمثلوا حوالي 29% من القيمة السوقية بتاعة المؤشر الـ S&P 500. هذا معناه إنه في الباسيف فاندز اللي هي تستثمر مباشرة في الـ S&P هذه نعم. 7 شركات، وبالتالي قطاع التكنولوجيا يستحوذ على أكبر يعني نصيب. على أكبر قدر من السيولة التي داخلة في المؤشر. الأستاذ عمرو عبدو الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.